اهلا بكم مره تانية مشاهدينا. اول حضراتنا لهذا الصباح النهارده هتكون جوله وقراءه في عناوين صحف القاهره الصادره اليوم بصحبه الاستاذ يسري السيد الكاتب الصحفي ومدير تحرير جريده الجمهوريه. استاذ يسري صباح الخير واهلا بحضرتك معانا. صباح الخير يا فندم، كل سنه وحضرتك طيبه والمصريين طيبين. وحضرتك طيب يا فندم. اسمح لنا نبتدي على طول من جريده الاهرام والصفحه الاولى وهذا العنوان الرئيسي: التزام مصري بدفع التجاره والتنميه وتقليص الفقر في افريقيا، السيسي ندعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في جامبيا. طبعا أستاذ يسري، هذه التصريحات بتأتي في إطار استقبال السيد رئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس لرئيس جامبيا، وده بيأتي في عقاب مباشرة ختام منتدى أفريقيا 2018 اللي عقد في شرم الشيخ، وكان تجمع أفريقي كبير للحديث عن دعم وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دول القارة. كيف تقيم خطوات مصر في هذا الاتجاه؟ ببساطة شديدة، مصر عادت بقوة للساحة الأفريقية. يعني قعدنا سنوات طويلة أدرنا ظهرنا لأفريقيا، وكانت النتيجة دخول أطراف كثيرة على الساحة الأفريقية، وتخلص دور مصر هناك، وأصبحنا نفتقد لأفريقيا وأفريقيا تفتقد لمصر. مصر كان في فترة الستينات كان من أهم ركائز السياسة الخارجية المصرية إنها بتركز على العلاقات الأفريقية، ونذكر جميعا شركات المقاولين العرب والأزهر والنصل الاستيراد وغيره وغيره، والبعثات الطبية أيضا، والبعثات الطبية والبعثات المدرسين والمعلمين وغيره والجامعات، لدرجة عملنا جامعة فرع لجامعة القاهرة في الخرطوم وهكذا. دي كانت القوة الناعمة المصرية والقوة الاقتصادية المصرية، وكان ساعدت حركات التحرر كلها اللي كانت في أفريقيا، فكان الكل يدين بدور لمصر. وبالتالي لما كنا في المحافل الدولية كانت أفريقيا هي أحد الركائز الأساسية لدعم القرار المصري والقرار العربي. جه ده بعد هزيمة 67، وجه ده في دعم القرارات اللي بتطلع من الأمم المتحدة، وجه ده في أكتوبر، حرب أكتوبر 73، لما بدأ ولدرجة أن في عهد السادات بدأ يبقى في وزير للشؤون الافريقيه الدكتور بطرس غالي وهكذا. دلوقتي لم قعدت في بعد حادث اثيوبيا محاوله اغتيال الرئيس الاسبق حسني مبارك، بدات مصر بشكل كبير جدا تدير ظهرها الافريقي. حصلت الكارثه السنه 2019، مصر هتترأس القمه الافريقيه، وبالتالي كل دي مبادرات وظفتها حتى سكرتيرة الكوميسا لما قابلت الرئيس السيسي، قالت ان مصر يعني بتدعم الانشطه الافريقيه، وبقت العديد من الفعاليات الافريقيه كانت موجوده. مصر بقى دورها هنا في المساله ديت ان ما بتخشش علشان تحتل مقدرات دول، لكن بتخش تبني، بتخش تتعاون. بدأنا الرئيس السيسي في جولاته الخارجية بدأ يحط المصالح الإفريقية في دوائر المباحثات مع الزعماء العالميين. ده صحيح، وده اللي أكد عليه أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاء بالأمس برئيس جامبيا وأيضا بالسكرتير العام لتجمع الكوميسا. وطبعا ده ما شاهدناه من توصيات وتصريحات طوال منتدى افريقيا 2018 اللي عقد بشرم الشيخ، وكل ده بياتي في اطار التفاعل والتجاوب الاستباقي من جانب مصر مع دورها اللي مقبله عليه وهو رئاسه الاتحاد الافريقي في 2019. خلينا نروح لجريده الاخبار، وفي الصفحه الثالثه: 9 اهداف للمرحله الثانيه من الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه الفساد، بدء التنفيذ في يناير المقبل وحتى عام 2022. طبعا ده ايضا من التوصيات اللي أعلن عنها السيد رئيس خلال التوصيات المنتدى أفريقيا 2018 اللي عقد في شرم الشيخ، وده بيتزامن إطلاق المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بيتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد في هذا العام، بيحل في 9 ديسمبر 2018، والحقيقة المرحلة الأولى كان تم إطلاقها من هيئة الرقابة الإدارية في 2014. يعني أهمية الإعلان عن هذه المرحلة من خلال منتدى أفريقيا 2018. بص حضرتك، مشاكل دول العالم الثالث بشكل أساسي التنمية، واللي بيعوق التنمية هو ارتفاع معدلات الفساد. وبالتالي أنت مش هتقدري تعملي حركة تنمية حقيقية
إلا إذا قفلت حنفية الفساد. على الأقل ما تبقاش مفتوحة على الآخر، على الأقل كل ما تغطي بأجهزة رقابة وقوانين صارمة وآليات لتنفيذ القوانين والجهاز الإداري للدولة يتم تحديثه ويقل التعامل مع المواطن بشكل مباشر إلا من خلال الشبكات الإلكترونية وغيره وغيره، دي كلها عوامل بتقللي من حجم الفساد. أهمية هذا المشروع، المرحلة الثانية هتقعد 4 سنين زي ما المرحلة الأولى قعدت 4 سنين. طبعا في آليات كتيرة جدا في هذه المرحلة، انك انت بنية تشريعية بتبقى في عدالة ناجزة بحيث الفاسد يعرف ان هو هيعاقب بسرعة، وفي نفس الوقت ده بيبقى يعني حافز لقوى المجتمع كلها لمواجهة الفساد، وأي حد هيخاف إن يبقى في قانون صارم هيتطبق عليه، لأنه في حالة غياب القوانين أو في حالة غياب تنفيذ القوانين ده اللي بيخلي الفساد يستشرف. ثانيا تطوير الجهاز الإداري للدولة زي ما قلت لحضرتك، في عوام يعني 9 أهداف لهذه المرحلة أتمنى أنها تشتغل إذا كنا جادين في تنمية حقيقية، وفي نفس الوقت على جميع قوى المجتمع المدني حتى تكون معاونة للرغبة الحكومية أو الرغبة الرئاسية في مكافحة الفساد، لأن لا تنمية بدون فساد. فيروس الفساد يكاد يكون زي فيروس الإرهاب، زي فيروس التكلف، فيروس كذا، والعكس ممكن يكون الإرهاب أنا عارفه هو فين بالضبط، أنا ممكن أروح أحاربه أو العدو عارفه بالذات، لكن الفساد لما يبقى مستشري في مجتمع بيبقى عامل زي السرطان، فلا بد من اكتساسه ومواجهة هذا الفيروس. صحيح، ويمكن زي ما حضرتك ذكرت ده هيكون من خلال تشريعات يعني خاصة بالرقابة ومكافحة الفساد، ويمكن على رأس الأهداف اللي يعني بتهدف إليها هذه المرحلة الثانية من مكافحة الفساد هو الوصول إلى تطوير جهاز إداري كفء قادر على تقديم الخدمات العامة للجمهور. خلينا نروح للصفحة الأولى من جريدة الجمهورية وهذه العناوين: اقتصادية القناة تنطلق للعالمية، توقيع عقد أول ميناء أخضر بتكلفة 11 مليار دولار ويوفر 3300 وظيفة. يعني من الحاجات الواعدة جدا في مصر في الفترة الماضية تنمية منطقة قناة السويس والمشروعات المصاحبة لها. الحقيقة بنتكلم هنا عن مشروع كبير جدا للبتروكيماويات وعدد من المشروعات الأخرى تم التوقيع عليها أيضا على هامش منتدى أفريقيا 2018، ويعني هذا ما يؤكد على أن المنتدى بالفعل بيؤتي ثماره حتى قبل أن ينتهي. كيف يعني تمثل منطقة قناة السويس والمشروعات المختلفة فيها فرص ومستقبل واعد لشباب مصر، يعني لو بنتكلم عن البطالة تحديدا فرص واعد؟ بص حضرتك، كان الهدف من شق قناة جديدة أو شق تفريعة جديدة أو شق شريان جديد لقناة السويس بشكلها القديم أن أنت بتعملي مناطق لوجستية، بتعملي مناطق تنمية، بتعملي مناطق صناعية، بتعملي مناطق خدمات، كل الحاجات دي هتنقلنا من مرحلة أن قناة السويس مجرد شريان ملاحي بناخد بس رسوم لعبور السفن إلى أن استغلال هذا الموقع واستغلال هذه القناة، وأن تبقى يعني مصر تبقى بوابة أفريقيا في هذه المنطقة. هذا المشروع مشروع ضخم جدا، ودي بقى المشاريع اللي احنا بنتكلم عليها، المشروعات الصناعية. احنا مش هيحصل تنمية بنظام الخدمات فقط، لكن انت الركيزة الأساسية لأي تنمية هي صناعة وزراعة بشكل أساسي، ومع التجارة بقى والسياحة وغيره، لأن السياحة ممكن تحصل مشاكل، ممكن يعني تكتل بعض القوة ضدك زي اللي حصل في الفترة اللي فاتت، لكن لما تبقى عندك قاعدة صناعية مهمة جدا بتنتجي. هذا المشروع أهميته ان اولا هينتج بعض المواد اللي انت محتاجاها، خطوط انتاج مختلفة لمواد كيميائية مختلفة هتغطي السوق المحلي من جهة، ثانيا انت هتبدأي تصدري بحوالي 8 مليار دولار لو في حالة اتمام هذا المشروع. الجزء المهم كمان في الميناء الاخضر، ان انت بتعملي ميناء موجود علشان تستقبلي حاويات وتستقبلي صادرات وتصدري من خلاله، وطبعا يعني بيتكلموا على انه يبقى ميناء صديق للبيئة. مش طبعا انا معرفش ان اولا ميناء
يعني مش هيبقى في عناصر ملوثه كتيره. ده ممكن اتكلم في مصنع بتروكيماويات، اتكلم في مصانع انت تكرير بترول، دي الحاجات اللي هي ممكن نتكلم فيها انها تبقى صديقه للبيئه او نحاول نقلل منها التلوث بشكل كبير. باختصار هذه المشروعات اللي احنا منتظرينها، هذه المشروعات اللي هي هتقدم عمالة دائمة. يعني في أحد المشروعات هيقدم بتاع المينا حوالي أكتر من 3000 حاجة، البتروكيماويات هيخش في 45,000، ده بالإضافة أو من ضمن 45,000 مش العاملين فقط في المشروع، لكن بتبقى فيه حاجات معاونة كمان لهذا المشروع، فرص عمل غير مباشرة، اقتصاد عمالة غير مباشرة واقتصاد غير مباشر بيبقى موجود في هذا المشروع. باختصار شديد، لا تقدم من غير صناعة، لا تقدم من غير زراعة، لا تقدم من غير مشروعات كبرى صناعية. يعني أنا بتمنى أن تبقى هذه بداية لمشروعات كبرى، أتمنى نخش في الحديد والصلب، تبقى عندنا صناعة كبيرة، مصانع الحديد والصلب تعود لرونقها وتعود لقوتها اللي كانت موجودة وتزيد، مصانع الغزل والنسيج برضو نفس الحدوتة تزيد، ما كل المصانع والصناعات اللي كنا متقدمين، صناعة المراجل البخارية كان عندنا شركة للمراجل البخارية بشكل كبير، شركة النصر للسيارات كانت عندنا في إنتاج سيارات. باختصار شديد كل الصناعات المصرية عندنا كوادرنا البشرية، عندنا إمكانياتنا. وبعدين يعني ميزة الرئيس السيسي إن هو كنا قبل كده نقول نجيب فلوس منين، هو معرفش يعني بيدبرها إزاي. الأهم من ده كله الآن وهو الرغبة بالفعل في التقدم ويعني الدفع بمصر إلى الأمام في هذه المجالات كافة، وده يعني من خلال زي ما احنا متابعين زي ما حضرتك ذكرت مشاريع قومية كبرى على مختلف الأصعدة. خلينا بنرجع مرة تانية لجريدة الأخبار وفي الصفحة التاسعة وملف الصحة، هالة زايد 15.5 مليون مواطن أجروا المسح في 71 يوما بمبادرة مكافحة فيروس سي وإقبال على مراكز الكشف بالمحافظات. لما نتكلم عن ملف الصحة أستاذ يسري، طبعا من الملفات اللي في الفترة الأخيرة بتشهد تطور كبير وطفرة الحقيقة كبيرة جدا، سواء على مستوى التشريعات أو القوانين، قانون التأمين الصحي الشامل، أو على مستوى التعامل مع المواطنين والكشف على المواطنين ومتابعة الحالة الصحية الخاصة بهم. مبادرة 100 مليون صحة اللي أطلقها السيد الرئيس واللي بتدخل بالفعل مرحلتها الثانية في عدد من المحافظات بعد انتهاء المرحلة الأولى، واللي يعني في خلال هذه الفترة تم الكشف عن 15.5 مليون مواطن. ودلوقتي أيضا زي ما كنا بنتكلم في المقدمة عندنا أيضا طلاب من مدارس الثانوي مستهدفين في هذه الحملة. إزاي حضرتك بتتابع ملف الصحة من خلال كل هذه الخطوات؟ بص حضرتك، مش هيحصل برضو تنمية من غير ما يبقى مواطن عندي مواطن صحته كويسة. يعني هو ده اللي هيشتغل، يعني هو ده اللي هيشتغل في الصناعة، هيشتغل في الزراعة، هيشتغل في كل حاجة. مواطن مريض يبقى معناها أنك أنت هتشتغلي بمين. ولذلك تأتي مبادرة فيروس سي الكشف عنه، ده مبادرة مهمة جدا. التكلفة بتاعتها مش رايحة أوانطة زي ما بيقولوا، لأنك أنت بتعالجي وبتكتشفي هذا الفيروس في بداياته عشان تقدري تعالجيه. وبالتالي هذه المبادرة مع المبادرة اللي قبل كده في مسألة إلغاء طوابير الانتظار للعمليات الجراحية وغيره، أنا في إلغاء طوابير الانتظار وفيروس سي أنا بتمنى مع مشروع التأمين الصحي تنفيذه يكون أي مواطن مصري موجود تحت سماء المصرية فوق الأرض المصرية يستطيع ان هو لو واجه اي مرض ان هو يتعالج. ازاي؟ تبقى خطوة تانية، لكن في النهاية حد عنده مشكلة في القلب يخش يعمل العملية بتاعته، يعمل الدعامات بتاعته، وبعد كده طبقا لهذا المشروع. لكن ما ينفعش ان احنا نسيب المواطن، اي مواطن مصري، عرضة لانه يبقى مواجهة مرض لوحده بتكلفة عالية جدا، اسرته ممكن لا تحتمل تكلفته. في النهاية يعني الصحة يعني تاج، وفي النهاية أي فلوس بتصرف على الصحة والتعليم دي مصروفات راحة في محلها. ده مش هيحصل زي إذا كانت في الصناعة والزراعة دول ركائز التنمية، اللي هيقوم بيهم هو المواطن، المواطن المتعلم، المواطن اللي صحته كويسة. وبالتالي هذه الحملة هتؤتي ثمارها طوال يعني في السنوات القادمة كمان. يعني ده هيشوف أثره إن
انت اي حد بتكتشفي مرضه في بداياته انت بتعالجيه، وبالتالي مش هتخشي في مرحله متاخره بعد كده لا تقدري تعالجيه ولا في نفس الوقت بتدفعي عليه اموال كتيره جدا، وفي الرحله دي تكوني خسرتي قوه انتاجيه كبيره. اذا الصحه والتعليم ركائز مهمه جدا لاي عمليه تنميه واي خطوه للمستقبل. صحيح، ومن هنا طبعا بتجب الاشاده بهذه المبادره. طبعا مواطن بصحه جيده بيتمتع بصحه جيده يقدر ان هو يبني بلده في المستقبل. خلينا بنستكمل في جريده الاخبار وفي الصفحه الثالثه، انشاء اكبر مجمع بتروكيماويات بالعين السخنه 200 مليار جنيه استثمارات المشروع والتنفيذ خلال 5 سنوات. يعني استاذ يسري الحقيقه احنا تطرقنا لهذا الموضوع يعني سريعا في اقتصادية القناة في خبر سابق، لكن دلوقتي بنتكلم عن هذا المشروع تحديدا بالتفصيل. أكبر مشروع للبتروكيماويات بالعين السخنة بيوفر حوالي 48 ألف فرصة عمل، وهيكون الصادرات المتوقعة ليه بعد تنفيذه بعد خمس يعني انتهاء التنفيذ بعد 5 سنوات 8 مليار دولار صادرات. ده زي ما قلت لحضرتك هذا مشروع من المشروعات الضخمة، المشروعات اللي انت داخلة فيها بقوة. هذا المشروع زي ما قلت لحضرتك بتنتج مواد كيماوية انت بتحتاجيها، بيحتاجها السوق العالمي، ممكن تقدري تصدريها بسهولة. انت عندك خبرات مصرية في انتاج البتروكيماويات، انت عندك كوادر بشرية مهمة جدا، عندك الامكانيات الماديه توفرت، عندك الارض توفرت، عندك المكان المناسب السهل للتصدير، انت عندك الميناء المواني اللي هي موجوده. اذا انت كل العوامل مهيئه لو اخلصنا الاراده ان انت تنجحي. صحيح، هو فرص يعني واعده للاستثمار الحقيقه. هذا المشروع تحديدا بيتم فيه التعاون والمشاركه مع عدد من الشركات سواء من الولايات المتحده الامريكيه او ايضا بمشاركه المانيه. خلينا نروح اخيرا لجريده الاهرام مره اخرى وفي الصفحه الاولى والشان العالمي، ماكرون يعقد اجتماع ازمه وفرنسا تواجه كارثه اقتصاديه والحكومه الفرنسيه تعترف بفشلها سماع صوت الشعب. يعني استاذ يسري طبعا الاحتجاجات في فرنسا مستمرة من بضعة أسابيع، ويعني لا تلوح في الأفق أي بادرة لحل هذه الأزمة. كيف تقرأ المشهد الأزمة والاحتجاجات والاضطرابات في فرنسا؟ بصي، أولا هي هذه دول ديمقراطية، يعني مهما كان هذه المشاكل هيقدروا يحلوها بالشكل الديمقراطي في نهاية المطاف. لكن هو في عدة نقاط طرحتها الأزمة. واحد، ان الناس البسطاء في فرنسا، يعني شايف تخيلي بسطاء فرنسا بيقولوا وجه اخر لفرنسا، يعني مدينه النور ماكرون جايه بتدعم الاثرياء مش بتدعم الفقراء. فرنسا في عده مكاسب للشعب الفرنسي لا يستطيع ان هو يتنازل عنها بسهوله. السياسه اللي جه بيها ماكرون سياسة رأسمالية بحتة، والرأسمالية المتوحشة زي ما بيقولوا ملهاش قلب. الناس صارت على الضرائب اللي اتعملت على المحروقات، الضرائب وغيره وغيره. رئيس الوزراء طلع وقال ان احنا هنجمد هذه الزيادات لمدة 6 شهور، الناس مش عاجبها كده. وفي نفس الوقت التأخير في الحل او التاخير في الاستجابه لمطالب الناس بيخلي المطالب تزيد، وبالتالي بيبقى زي ما بيقولوا بيتسع الخرقه على الراكع، يعني انت المساله بتزيد كل يوم. وبالتالي كان الرئيس الفرنسي طوال الفتره اللي فاتت متجاهل الازمه بشكل او باخر، لا مش داخلها بشكل مباشر. انا له الاوان ان هو لازم يخش، بس هل ستستجيب هذه المظاهرات بعد التأخير اللي حصل؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، بقى اللي حصل المليار يورو، هو كان في محاولات بالفعل لحل الأزمة وتصريحات من رئيس الفرنسي. لا، أنا بقول لحضرتك إنه داخل بشكل قوي في المسألة. مش وزير ورئيس وزارة يقعد بكذا، لا، أنت ده نظام انتخابي موجود. الرئيس الفرنسي نفسه كان ليه تصريحات الحقيقة، وتم إرجاء الضرائب على الوقود. ما أنا قلت لحضرتك التصريحات إرجائها لمدة 6 شهور، الناس مش عاوزة 6 شهور. طب بعد 6 شهور هيحصل إيه؟ يعني إذا ما زال هي
المشكله ايه؟ المشكله ان انت حصلت خسائر حوالي مليار يورو، حصل في المشروعات الصغيره وغيره وغيره، حصل في ازمه في السياحه، حصل في ازمه في كذا، حصل في ازمه في كذا. هل الخسائر اللي حصلت هل بتعادل المكاسب اللي كانت ممكن تيجي من هذه الضرائب؟ هذا شأن يحله الفرنسيين هم أكيد، وما زال العالم بيتابع يعني تطورات هذه الأزمة وما ستسفر عنه الأيام القادمة، ويمكن وإحنا بنتابعها وجه جديد لفرنسا من خلال تحديدا العاصمة باريس زي ما حضرتك ذكرت، البسطاء ويمكن حاجات ما كناش يعني متعودين نشوفها قبل كده في فرنسا وتحديدا العاصمة فرنسا باريس، يعني خارج باريس يعني صحيح. في بعض المدن الفرنسية لكن يمكن الأضواء مسلطة أكثر على العاصمة الفرنسية باريس. بنشكر حضرتك جدا استاذ يسري السيد الكاتب الصحفي ومدير تحرير جريدة الجمهورية، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضرتك وكل سنة والمشاهدين طيبين. شكرا مشاهدينا، لسه مستمرين معاكم في هذا الصباح وحوارات وموضوعات اخرى لكن بعد الموجز ومحمد عاطف.